لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تعرض ليلة أمس الناشط السياسي رشيد نجاز لحادث مرور بوهران بينما كان على متن سيارته، وحسب مصادر موثوقة تم تحويله من قبل عناصر الحماية المدنية عقب تقديم له الإسعافات الأولية إلى استعجالات مستشفى أول نوفمبر الجامعي للتكفل بحالته بعدما أصيب على مستوى الرأس. سجلت مصالح الأمن الوطني 318 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 ديسمبر، أسفرت عن وفاة 9 أشخاص وجرح 354 آخرين. كما عرفت حصيلة حوادث المرور خلال الأسبوع ارتفاعا مقارنة بالأسبوع الماضي بثلاث حوادث مرور، وانخفاض في عدد الجرحى قدر بثمانية جرحى مع انخفاض عدد الوفيات إلى 3 وفيات. وتشير المعطيات ذات الصلة أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95% نتيجة عدم احترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان والإفراط في السرعة والإرهاق وعدم التركيز عند القيادة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة. كما تجدد مديرية الأمن العام الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة. وتضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات طوال 24 ساعة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.